كائن غريب يظهر على الشاطئ، حجمه مثل سيارة صغيرة جرفته المياه ليسبب الرعب بين السكان. ماذا حدث في إحدى الولايات الأمريكية جعل السلطات تستنفر والسكان يتوقعون كابوسا ضخما يضرب الأرض؟ بحجم سيارة صغيرة رصد رواد الشاطئ كائنا ضخما ألقته الأمواج، طوله وصل لنحو 2 متر و20 سنتيمترا، لتسود حالة من الهرج على الشاطئ وليهرب السكان خشية من المشهد الغريب الذي أزعجهم خلال رحلتهم للتنزه على ساحل شاطئ ولاية أوريغون الأمريكية المطلة على المحيط الهادئ. وبسبب حالة القلق استدعت السلطات المختصين بحديقة أسماك سي سايد، وأكد المختصون أن الكائن الغريب ما هو إلا سمكة كبيرة من فصيلة أسماك الشمس جرفتها المياه، يعتقد أنها نادرة، حيث تم التأكد من خلال باحث نيوزيلندي أن السمكة من فصيلة مولا تيكتا ويبلغ طولها نحو 2 متر و20 سنتيمترا. وبحسب ما ذكر المختصون بحديقة الأسماك أن المياه جرفت السمكة على شاطئ جيرهارت شمال حديقة أسماك سي سايد، بينما تعد سمكة شمس المحيط مولا مولا معروفة إلى حد ما. تعد فصيلة مولا تيكتا أكثر ندرة بكثير، وهي واحدة من أغرب وأضخم الأسماك في العالم. يبلغ وزنها عادة أكثر من 1000 كيلوغرام، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 3 أمتار. وحول موطن تلك السمكة يعتقد أن سمكة مولا تيكتا تعيش في البحار الاستوائية في نصف الكرة الأرضية الجنوبية، وتعيش أيضا في المياه المعتدلة حول العالم. لفت المختصون أنه يمكن وصف السمكة بأنها لها رأس وجسد على شكل أسطوانة مفلطحة تتصل بها زعنفتان كبيرتان عضليتان، وقد يصل وزنها إلى أطنان، كما تتميز بأن جلدها سميك وخشن ويغطيه طبقة من المخاط، وتتغذى بشكل رئيسي على قناديل البحر، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأسماك الصغيرة والعوالق البحرية. وبالإضافة إلى حجمها الضخم بشكل غريب، لها سلوك أغرب، فغالباً ما ترى وهي تسبح بالقرب من سطح الماء، وقد تتعرض لأشعة الشمس للحصول على الدفء، وهو سلوك يعتقد أنه يساعدها في تنظيم درجة حرارة جسمها بعد الغوص في أعماق المحيطات الباردة. وعلى الرغم من حجمها الكبير ومظهرها الغريب، فهي ليست خطيرة على البشر، فهي ليست خطيرة بطبيعتها، ومع ذلك هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند التعامل معها، فبسبب حجمها الكبير يمكن أن تشكل خطراً على القوارب الصغيرة إذ اصطدمت بها، كما يمكن أن يكون لجلدها الخشن والطبقة المخاطية التي تغطيه يمكن أن يكون لهما تأثير مهيج على البشرة، لكن هذا نادراً ما يشكل خطراً صحياً خطيراً، بالإضافة إلى سلوكها الدفاعي مثل أي كائن بحري، يمكن أن تتصرف بشكل دفاعي إذا شعرت بالتهديد، لكن لا توجد تقارير عن وجود هجمات على البشر. عموماً، تعتبر سمكة المولا تيكتا آمنة جداً للغواصين والسباحين، ويعتبر مشاهدتها في البيئة البحرية تجربة مميزة وغير خطيرة.